قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يقصد خصوص المسلمين بهذا الكلام، إنما يقصد الناس جميعا، ولذلك فهو يقول: لا يتصفحون أدلة الوحدانية، وهذا الكلام إنما يصلح أن يقال بالنسبة للكافرين ولا يقال بالنسبة للمسلمين. كثير من الناس حتى من المسلمين لا يعلم لماذا خلق، لأنه لو علم لماذا خلق لنظر تحت قدميه قبل أن يضع قدمه، فلينظر أمأذون له أم لا، قبل أن يرفع قدمه ويضعها في مكان آخر فلينظر أمأذون له في ذلك أم لا، لأن هذا هو رسم العبودية. العبد له سيد آمر، والعبد لا يتحرك عادة من تلقاء نفسه لو حقق العبودية. فكثير من الناس حياتهم كالعدم، إن قلنا إن قصدنا الكافرين فالكلام معلوم، والله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن ما من شيء على وجه الأرض إلا وهو يذكر الله تبارك وتعالى، والغفلة لا تدرك إلا الثقلين، الإنس والجن، اللي هم نزل التكليف من أجلهم. أما فيما عدا ذلك فالكل يسبح والكل لا يفتر، سواء كان يابسا أو كان أخضرا، كله يسبح لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الكافرون وصفهم الله عز وجل بأنهم أضل من الأنعام، الأنعام أهدى سبيلا لأنها تسبح الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولعلكم تذكرون أننا في مرة سابقة ذكرنا أن القلب أو أن القلب نعم أو الفؤاد يكون ملاصقا دائما للعين،
يعني يقرن القلب مع العين. أيضا كما في هذه الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لأن الأذن، لأن العين والأذن هما أوسع طريقين إلى القلب، حتى فاضل العلماء بين السمع والبصر أيهما أفضل. فقال بعض العلماء: السمع أفضل لأنه لا يرد إلا مقدما، السمع دائما يرد مقدما على البصر إذا قرنا في كتاب الله تعالى. قالوا: والسبب في ذلك أن السمع هو أسبق الحواس، عندما يولد المرء إنما يسمع قبل أن يبصر. الحاجة الثانية أنه بالسمع يدرك كلام الله ورسوله. الإنسان لو كان كفيفا فيسمع، وإحنا عندنا الأدلة النصية كلها بتسمى بالدليل السمعي، بالدليل السمعي. الدليل السمعي أي الذي أتانا عن طريق السمع، اللي هو أتانا عن طريق النقل يعني. وعلماء آخرون قالوا: لا، بل البصر مقدم على يعني تفصيل طويل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو يفاضل بين السمع وبين البصر. والتحقيق أنه لا مفاضلة بينهما، وكل يفضل بأسباب. وقال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء هم الذين وجودهم كالعدم، بل العدم أفضل. ليه؟ لأن العدم يسبح الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إن الجماد عدم، فالجماد يسبح الله تبارك وتعالى.